صح هي السيارة. أنا بقول لك ولك هين بمخ بمخين. تمام لقطناها. تمام أمورها تمام ما فيش. هسا هو وين يكون راح؟ شو بيعرفني عشان أنا بالحمرة؟ شو بيعرفك ها؟ ماشي. ساحرة مرني أنتِ ما وارقة من هالبلاد مرة من الطرق. إليكم مبين من جبال هي حنرد نطلع على الأستراد هلا شوف. وبهرب ملي شريني ودور علي بياني واقول يا عيني ليه تبكي رحت الطبيب يداوي سألني الجرح فين قلت له هو جوا في قلبي يلي زايد عيدا ايتين ابيتن يا حبيبي من غير ما اسال سؤال تاي وهي لحظه تاي تاي يا حبيبي ايه مهما طال المطال انا بس اللي محيرني مش مخليني انام ازاي انا اقدر اقتل وازاي تقدر تنام الله الله كأني اليوم ما شفت خطيبك من المستشفى شو ما خبرتي شاهر ما عاد خطيب اوف على حد علمي اليوم كنت بكتابه اي على اساس بس بتعرف شو فعلا ما عاد الناس بتبين بالازمات انتي بتأكدي انه البيت بهالحالة هاي؟ لك ايه انا جاي قبل هلا بس ما بعرف شلون اصل لهون مظبوط هاي النهار حطيناها بظهرنا دخلي على اليمين ثالث باب على اليسار ماشي طب روحي دق الباب روحي تمام عجلي ما بدنا نوقف كثير غريب ليش ما عم يفتح دقي كمان دقي متأكدة هذا البيت؟ لك طبعا متأكدة في موعد بيناتنا إذا بدك جابر ما هو هلا مشي شوي اجت سيارة واخديته سيارة شو؟ شو بيعرفني؟ سيارة زبالة شو بيعرفني؟ أنا ما تسألني كتر خيرك عمي دخيلك لا تواخذنا يا سلام طولوا بالكم يا جماعة بجوز القصة ما تكون هيك يعني الزلمة لا تنسوا انه ميت على ما يشوف اخته بين ايديه يا سيدي إن شاء الله القصة تكون مثل ما عم تقول حضرتك لأنه إذا غير هيك بده يكون راح تعبنا لجبنا جمانة كلياته على الأرض لا وفوقه ما في مصاري